ماذا حدث لأمة الإسلام؟ مصر مشغولة بوفاة فنان راح او مطرب راح، وقد قرأت في هذا المجال ما يندى له جبين الحياء خجلا. دخل احد رجال الشام في مدينة حلب بسوريا، دخل شاب على احد ائمة المساجد، شاب دخل على امام من ائمة المساجد في حلب وقال له اقرأ الفاتحة على روح عبد الحليم، فقال امام المسجد لا اقرأها، فاطلق عليه النار. من المسؤول عن هذه المهاترات؟ من المسؤول عن هذه المهاترات؟ انه الاعلام المصري، الاعلام الذي ضيع العلم وضيع الشباب وضيع تحصيل العلم عند الطلبة. وانا اناشد وزير الاعلام من هذا المكان في هذه الايام القليلة القادمة قبل الامتحانات، اقول له ارجوك ان تغلق اجهزة الاعلام حتى يؤدي ابناؤنا الامتحانات، اعطها اجازة، اعطها فكنس كالمحاكم، اعط اجهزة الاعلام اجازة فيوما فيلم ويوما ماتش كورة، يوما اهلي وزمالك عتولة وعنتيل، ويوما اسماعيل وصنطاوي، ويوما شواكيش ومتاريس، ويوما ابي فوق الشجرة. وقد كان من سوء حظ الطلبة ان يموت عبد الحليم في هذه الايام، فبعض الشباب يطلق لحيته، يربي لحيته لا اتباعا لسنة رسول الله وانما احلالا للحداد على المطرب. وما سمعت في شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأينا في زيارة المقابر. كانت سنة الحبيب المصطفى اذا ذهب ليزور المقابر قال السلام عليكم دار قوم مؤمنين انتم السابقون وانا ان شاء الله بكم لاحقون، انتم فرطنا الى الجنة ونحن لكم تبع ونسأل الله لنا ولكم العافية. اما ما حدث في مصر في يوم سم النسيب، سم بالسين لا بالشين، في يوم سم النسيب، سم التراب ولقد قلبه الله ترابا، ما حدث في مصر في يوم شم النسيم ان عشاق الفنان الراحل اخذوا معهم المسجلات التي سجلوا عليها اغاني المطرب وذهبوا يزيعونها على قبره. على مذهب من؟ على مذهب ابو حنيفة؟ على مذهب مالك؟ على مذهب بيبي الموسيقار الكبير؟ اغاني تزاع في القبور على روح الفقيد يسمعونه اغانية؟ هل هذه صدقة جارية؟ هل هذا علم ينتفع به؟ وماذا يحدث لو كانت الاغنية التي تذاع نار يا حبيب ما؟ ماذا يقول الفنان؟ اتقوا الله، اتقوا الله. فقد سمعت مواطنين يقول احدهما للاخر، يقول ان زوجته كانت تحب المطرب الراحل اكثر مما تحب زوجها، فقال له زميله وكيف ذلك؟ قال له لو قلت لها اعملي كوباية شاي لا ترضى، فاذا قلت لها وحياة عبد الحليم تعملي كوباية شاي تقوم على الفور وتصنعها. ابعد هذه الفتن وبعد هذا الانحلال، ابعد هذا الانحلال انحلال يقال الاحلام، الاحلام الذي جعل من الحبيب
قبة قبة. وجعل من النملة فيلا. الاعلام الذي ينضغ الهواء ويصنح من الرمال حبالا. ايليق ان يحدث هذا في بلد يدين بالاسلام؟ ايليق هذا؟ اغاني تذاع في المقابر، حداد وانتحار، لحى تطلق حزنا على فقده، والذي يستنبئ احداث المنطقة يجب ان يستعد كل لحظة. احد المطربين المصريين صرح في جريدة عكاظ السعودية بان دخله من الطرب كل شهر 20,000 جنيه. 20,000 جنيه مصري يتقاضاها مطرب يسمى العندليب الاسمر. 20,000 جنيه كل عام. السياحة العربية من الدول العربية في لندن، السائحون العرب في لندن، بلغت مصاريفهم في لندن 800 مليون جنيه استرليني في عام واحد. الأشقاء العرب وأغنياء المصريين لا بارك الله في من عصاه، 800 مليون جنيه استرليني في عام واحد. فلما مطرب 20,000 جنيه في شهر، والله لقد بلغت أتى مني مبلغه عندما جاءني شاب ومعه رسالة. جاءني قبل أن أصعد المنبر بدقائق قليلة، واستمعت إلى الرسالة ماذا فيها. إنه شاب باكٍ، باكٍ القلب قبل أن تبكي عيناه. استمعت إلى الرسالة قبل أن أصعد هذا المكان الطاهر بدقائق. اسمعوها، اسمعوها، فإن الرسول يقول: من مشى في قضاء حاجة أخيه فكأنما اعتكف في مسجدي 3 سنوات. واعتكاف يوم واحد في مسجدي يباعد الله به عن النار 3 خنادق، كل خندق ابعد مما بين السماء والارض. اسمعوا يا مسلمون، اسمعوا المأساة. يقول في الرسالة: ان امي مريضة بمرض السكر، وقد انفقنا عليها كل ما نملك، وفوجئنا بخروج خراج في احدى قدمي، وذهبنا بها الى مستشفى قصر العين، امتنع الطبيب عن اجراء عملية لها، ذهبنا بها قبل ذلك الى احد الاطباء، فأبدى استعداده لإجراء العملية، ولكن الذي أعجزنا أنه قال: لا أعملها بأقل من 300 جنيه، ونحن لا نملك من 300 جنيه 300 مليم. مطرب يتقاضى 20,000 في الشهر. كاد لساني يخطئ ويقول في السنة، في الشهر. يعني انا وانتم جميعا قد نحصل عليها كل عام، يتقاضاها في الشهر، واسرة تمرض ربتها بمرض السكر، بمرض ويعانون. ما اطيع الفقراء في مصر، ما
ما أضيع الفقراء في مصر وما أفسد الأغنياء عندنا. مريضة، حراج، سكر، 300 جنيه. أيها السادة الأعزاء، إنني أطرح عليكم هذه القضية لتشاركوا فيها، فإن النبي قال: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منه. النصارى يتحدون هناك في الكنائس، ولهم صندوق خدمات، يزوجون العازف ويعينون الفقير ويعالجون المريض، ونحن معاشر المسلمين متفرقون تفرق الغنم الشريدة في الليلة الشاتية.